تعليق خفيف جدا على السريع على عبد الحي يوسف وجماعته من السرورية. طبعا كل سنة وكل ما تضيق بهم الحال بيقوم بيعمل لهم وهمة كده جديدة. آخر حاجة طلعوا بيها كونوا لهم حزب جديد سياسي اسمه تيار نصرة الشريعة ودولة القانون. كده أول شيء نقيف مع الاسم ده، بعدين نقيف مع الناس اللي كونوا الحزب أو الاسم ده. بس نقطتين بس. النقطة الأولى الاسم ده ذاته، يا ناس اتذكروا هسه قريب عبد الحي يوسف والمعاو ذاك اللي بيقيف وراه ده محمد عبد الكريم ومين 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 من السرورية، الناس اللي بيكفروا الحكام وبيكفروا في الناس، ناس مسلمين بيكفروهم. ليه؟ قالوا لأنه الحكم ليس إلا لله، خلاص. وقالوا ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الثانية الفاسقون والظالمون، ثلاث آيات من المائدة. قالوا بس كفر. نحن كنا بنناظرهم، مشيت لحمد عبد الكريم ده جوا بيته جوا صيلون وناظرت في الكلام ده، والحمد لله ربنا فضحوا وكسروا إنه بيقولوا الآيات دي فأولئك هم الكافرون كفر أكبر. بس يبقى أي حاكم الليلة ده كافر كفر أكبر، لأنه حكم الليلة ما حكموا الشريعة. والكلام ده صرح به عبد الحي في كتاب، وهو ده اسمه كتاب الاستبداد السياسي، ده حق عبد الحي يوسف. وبالمناسبة ده ما كتاب عادي سواء عبد الحي أو تاب منه، لا 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 لا، دي رسالة الدكتوراه اللي بقى بيها دكتور هنا من جامعة أم درمان الإسلامية، تقال من وين؟ وناقش له الحبر يوسف زعيم الإخوان المسلمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ففي رسالة الدكتوراه حقته صفحة 292 عبد الحي يوسف بكفر حكام المسلمين جد، لكن هنا حاول قال كثيرا منهم حكام المسلمين، ما قصد اليهود ولا النصارى، تكلم عن المسلمين يا ناس. قال شنو؟ قال أما واقع المسلمين المعاصرين، المعاصرين يعني شنو؟ يعني المعاصرين هسه بالعصر الحديث، ما بيتكلم عن ماضي قبل 500 سنة. وأما واقع المسلمين المعاصرين فإنه يشهد بأن كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين، إذ أنهم محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تخيل رسالة الدكتوراه كانت عبارة عن تكفير للمسلمين من الحكام. الليلة جا قالوا تيار نصرة الشريعة، وديك الشريعة كفاية يا جماعة، شريعة مع الإسلام كفاية. قالوا ودولة القانون، والواو دي في اللغة طبعا كما هو معروف عند يعني علماء اللغة كلهم، الواو تقتضي المغايرة، يعني من يقولوا جاء محمد وعمر معناته عمر غير محمد، ولو قالوا جاء محمد ومحمد برضو معناته محمد الأول غير محمد الثاني. عرفنا كيف؟ يعني علماء اللغة بالواو دي تقتضي شنو يا جماعة؟ المغايرة. فديل قالوا تيار نصرة الشريعة، شريعة الدين كله يا جماعة، من التوحيد العلماء قالوا زي ما قال الشيخ الفوزان، والصلاة والصيام وأركان الإسلام والسياسة وكله من الدين، من الدين كله. قالوا ودولة القانون يعني ده غير الشريعة، والنازل كفروا الناس قالوا لأنه والله ده الحكم القوانين الوضعية شكده كفار. طيب الليلة تراجعتوا للمربع الأول اللي كفرتوا بالناس وعملتوا لنا غلاغل بيه، وفي شباب بسبب فتاواكم الباطلة المتطرفة الإرهابية المنحرفة المتشددة سافروا من البلد دي، مش واحدين للصومال ماتوا، والله بنعرفهم بأسمائهم والأدلة كلها موجودة، بس ما في زمن لها، إن جاء زمنا بنجمهم. فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح، ما عندهم إلا سلاح الإيمان، الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى علمه وفي جنات النعيم. واحدين طفشوا مشوا مالي، واحدين طفشوا مشوا سوريا،
وزي امجد فيصل داك وساق اسرته مشوا هناك فجروا قالوا في سوريا وقالوا ده الجهاد في سبيل الله. واحدين مشوا وين؟ واحدين مشوا الصومال مسلمين اقتلوا مسلمين وغيره بسبب الفتاوى الباطله دي ذاتها. الليله ده كله اتنصل عنه والشيل كان بيكفروا به وناس عبد الحيوس ومحمد عبد الكريم ومحمد علي الجزولي كان بيكفروا به والناس الليله جو هم وقعوا فيه. نحن ما قلنا كفار والله ما قلنا عبد الحي كافر. هو اما جاهل عرفته واما يتجاهل وفي كلا الحالتين ديل ضلال مضلين في كلا الحالتين. لكن كان بيكفروا الناس بالكلام ده بالقانون قالوا انتوا بتحكم القانون الوضع يبقى كفار. طيب الليله بقى تيار نصره الشريعه ودوله شنو؟ القانون ده كله جري ورا السياسه ولهسي ورا الكراسي بتاعت الحكم. ده العنوان بس اختصارا. الناس اللي جوا العنوان ده الناس ديل دواعش معاهم دواعش جوا وراضين بهم مما يدل انه كلهم راضين بمنهج داعش. واحد دكتور قال محمد علي الجزولي كما يحلو لنفسه قال دكتور محمد علي الجزولي ده داعشي والان هو ده الفيديو تشاهده بعينك قاعد يبايع داعش. وقال ساهم قال في نشر ودعم دولة الخلافة وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين الا في وين ما بعرف بغداد ولا وين ما بعرف. ايها المجاهدون في دولة العراق والشام لا يصلين احدكم التراويح الا في بغداد. الدولة الإسلامية في العراق والشام فإن من أفرض الفروض وأوجب الواجبات نصرة لنواة الخلافة الراشدة أن تصبح جميع سفارات أمريكا أهداف مشروعها. أن تصبح جميع مصالح أمريكا أهداف مشروعها. ساهم في حماية دولة الخلافة. ساهم في حماية نواة دولة الخلافة. أن نمضي إلى الأمام وأن ننصر دولة الإسلام وأن نستعد لأن نكون جزءا من العمليات. ده شغل داعش وهذا داعش قدامك. لا رافع العلم الأسود بتاع داعش اللي فيه عظام ده ورابس العمة السوداء حقتهم ويبايع في داعش قدامك. أنا قاعد أجيب من وين؟ زول داعشي ويقدموه عبد الحي يدي المايك وقاعدين ورا يكبروا له عشان تعرف كلامنا الزمان. نحن بنحارب في السرورية دي لينا أكثر من 17 سنة وبنبين للسودانيين وللعالم إنه ده المنهج منهج الإرهاب والتطرف والمنهج السلفي من الإرهاب والتطرف ده براء. ديل لكن عشان ركبوا دقون الناس قايلين انهم سلفيين وديل ما سلفيين. ديل من جماعه الاخوان المسلمين الجماعه الارهابيه المتطرفه الداعشيه ديل هم. والحمد لله الان فضحوا للناس وهذا معاكم دكتور محمد علي الجزولي معاكم جوا تمشي من وين؟ بل هو المتحدث الرسمي باسم تيار نصره الشريعه ودوله القانون. هو ده بتقدمه وبتكبر له يا محمد عبد الكريم والرئيس قالوا كمان في رواية. المهم بيقدموا قدام بقى الرئيس بقى نائبه كله زفت. الناس الناس هو ديل قدامكم ديل دواعش قدامكم وهو ده كتاب عبد الحي يوسف يدل على تكفيره والشيء اللي كان بيكفروا به والناس الليلة وقعوا فيهم وبرضه ما بنكفرهم لأنه ده عدل أهل السنة والجماعة. لكن ما بنجاملهم وبنقول ده الضلال بالفم المليان والله ما يسد عليهم. وزي ديل هم اللي بيشوهوا صورة الإسلام يا جماعة زي البشر ده زي النوع ده ديل اللي بيشوهوا سمعة الإسلام. لما نيجي عبد الحيوسف يقول لهم العمليات التفجيرية دي عمل مبارك وصاحبها في أعلى عليين إذا أخلص قال النية قال فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح ما عندهم إلا سلاح الإيمان. الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى علم وفي جنات النعيم. يقول السائل هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك فروق لفقه هذا العمل؟ لا ولا قوة إلا بالله. ما تدري الحياة شو لتعمل الانتحار؟ الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم صحيح. لو أخلص برضه عمله باطل لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قتل نفسه فإن بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة. رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. ما في ثاني طريقة ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فوالله الذي لا إله غيره التبدل والتلون والحربائية في المنهج
ده هو ما منهج أهل السنة، ده منهج الإخوان المسلمين هؤلاء، كما قال حذيفة بن اليمان رحمه الله رضي الله عنه: وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وزي ما ربنا قال شوف الصراط اللي بدخلك الجنة واحد واضح ما فيه لولوة، زي حق نزع عبد الحي وجماعته. ربنا قال وأن هذا شوف هذا إشارة للقريب لأنه معلوم واضح، عشان كده قال هذا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والغريب عبد الحي يوسف لما دعا عمل له خطبة قاعد يكذب، والإسلام والجماعة الباء والإسلام، وفي جماعة جهلة قدامه وعاملين فيها بيبكو. طيب يا عبد الحي كده بالراحة كده، انت 30 سنة في حكم البشير، 30 سنة الكيزان فتح ليك قناة السودان الأولى في ديوان الإفتاء، وما ظهروك إلا هم بالمناسبة بهذا البرنامج ديوان الإفتاء، ما ظهروك إلا هم، وما ظهروك إلا أنت لأنه أنت معاهم، أنت من ناسهم، تفهم الكلام ده كويس، ما هو دي الوثائق راكده، أنت من ناسهم. بعد ذاك ظهروك 30 سنة أدوك قناة أجرت القمر الصناعي فوق أجرته، عملت قناة طيبة الفضائية، وبعد شوية دعموك عن طريق شركات هنا في البلد دي وناس من برا إخوان مسلمين وسرورية وتكفيرين، عملت باقة قنوات أفريقيا بلغة الهوزة والتقراي والأمهرنجة وغيرها، طبعا ما في تلومة بأي حاجة، كلها ناشيد ولاي لاي وما لاي لاي، ودي ما بتقدم لها ناس، يا ناس لاي لاي بتاع شنو؟ ناس دايرين دين يتعلموا، دايرين عقيدة توحيد حق الله على العبيد، ده ناقص الناس يتعلموا. المهم ما رفعت للإسلام دثار ولا شعار من الوقت 30 سنة، الليلة جاي عامل فيها تبكي على الإسلام، انت بتغش على منو؟ وهسه في آخر عهد البشير لما انت حسيت انه البشير خلاص ماشي والشغلة كتمت فيه، عملت خطبة شنو؟ خطب شهور متصلة، وفي قناة طيبة دي في برنامج اسمه في الصميم، مين ما عارف كده فيلم كرتون، برضو كان كله موجه انه ناس يخرجوا على الحاكم، خرجوا على الحاكم، لا وده ما عملته الا لما لقيت الجماعة دي بدوا يسقطوا، سقطوا اول ما سقطوا او قبل ما يسقطوا، قام جو كتموها فيك في يوم الجمعة ذاك ما متذكر، كتموها فيك، جيت قاعد في كرسي حمراء زي الكوشة بتاعت العروسة، قلت والله يا أخي الجامع ده ما محل لبتاع لنزاعات سياسية، والمنبر ما بيتكلموا فيه سياسة. المساجد ما جعلت للهتاف وما جعلت للصيحات بتأييد موقف سياسي أو معارضته. وطيب أنت 30 سنة بتتكلم في السياسة، وإنما أمرهم قريب قادر على أن يأخذ هذا السيسي وأعوانه. وطيب أنت 30 سنة بتتكلم في السياسة، يوم واحد ما علمت الناس عقيدة، يوم واحد والله أنا ما سمعتك تكلمت في العقيدة ولا التوحيد ولا الشرك، 30 سنة سياسة كتموها فيه، وجاء قال والله يا أخي أنا ما قلت له أمره، وهؤلاء قال شرزم قليلون المرق من الجامع بتاعي. وبعد انتهاء الصلاة قام أحد الناس وتكلم بكلام، ثم شرع هو ومن معه من قلة قليلة في هتاف معين رددوه، ثم بعد ذلك خرجوا من المسجد، وما استغرق ذلك سوى دقائق معدودات، وقد نقلته بعض القنوات الفضائية زاعمة أن مظاهرة قد خرجت من المسجد أو أن إمام المسجد كان على رأسها ونحو ذلك. يا أخي تلقوا التلاوة أمره شرزم قليلون كيف، وقام واحد فضحوا من الناس ذاتهم، لكن الناس ذاتهم أنا والله بعيب عليهم إنه ما بتعظوا إلا من رحم الله، أنتم ما بتتعظوا تصلي مع زول زي ده ولا عشان المكيف الكبير المركب ده، وفي شنو أنت الوداك شنو زول بيلعب عليك الليلة بيدين بكرة بيغيره بعد بكرة بيجيب دين أنت ليه خاشي تاني تصلي معه ليه؟ أنا زول زي ده ما بصلي معه ولا بسلم عقلي ولا بسلم قلبي. قام واحد قال قم يا عبد الحي وخذنا من هذا الجامع، وعلى نفس الجرم ولنفس الجاني، قم يا عبد الحي وخذنا من هذا الجامع. عبد الحي بالراحة عمة نظيفة توتل سويسرية وجلابية ما عارف كيف زبدة، خشية طوالي جوا اللوضة في المكيف، وانت طلعت كتموها فيك بالبنبان. ده زول تاني تتابع وصلي معه، يا اخي ما تفوق يا اخي، يا اخي ما تخليك عاقل يا اخي، يكذب على الناس، اطلعوا خروج. وحادث الخروج قال الرسول، عبد الحي اعترض على الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم، موجود
وردنا عليه قبل كده كتير، قال ده كله يدعو إلى الخنا والظلم والركون إلى الظلم. كلام الرسول يا جماعة، يدعو إلى الركون إلى الظلم. دين عبد الحي يوسف أهلاً من طلعهم قام خش اللوضة وجاب الليل قاعد في الكرسي بتاع الكوشة وقال والله يا غاولة شير زي ما غللون، أنا ما قلت لهم تطلعوا والله يعني معليش وكده. برضو الناس ما داري التعظوا يا أخي، يا ناس ما تتعظوا ليه بتاني احنا يغشونا جماعة الإخوان المسلمين والشيوخ المتطرفين ديل الإرهاب ليه بتاني يا ناس؟ فوقوا يا خوعي يا أخي، يا أخي القرآن موجود والسنة موجودة وفهم الصحابة والسلف الصالح موجود، انت ما محتاج للجماعة دي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.